الحقيقة كمان يعني قبل ما نخلص أخبارنا عايز أتكلم مع حضراتكم عن تصريحات موسيماني. النهاردة تصريحات موسيماني كانت مهمة جدا جدا قبل سفر للسودان، قال فيها أكيد إن هدفه أكيد الفوز على المريخ وتقديم عرض يليق باسم النادي الأهلي طبعا كبطل أفريقيا وحامل 9 ألقاب وإن شاء الله العشرة تكون في الطريق. وكان بيشدد من خلال تصريحاته إن المباراة صعبة، وزي ما بقول لحضراتكم المباراة فعلا مباراة على المستوى الفني قادرين لكن مباراة صعبة. دايما فريق المريخ أو الهلال بتكون مباريات صعبة. قال إن فوزي على المريخ هيحقق للنادي الأهلي 3 أهداف. طبعا الهدف الأول هي حسم التأهل، إن شاء الله هتكون خطوة كبيرة جدا لحسم التأهل. إن شاء الله عندنا مباراة أخيرة في المجموعة مع سيمبا هنا في القاهرة، لكن مباراة المريخ هي الخطوة الأولى لحسم التأهل. نمرة 2 إن كمان النادي الأهلي هيكون بيوجه رسالة قوية جدا جدا للمنافسين، إن النادي الأهلي قادر بشكل كبير جدا على الحفاظ على هذا اللقب. والجزء الثالث إن كمان بيتكلم على الفوز خارج الأرض. إحنا بنتكلم حضراتكم تفتكروا مباراة الوداد في تصفيات أو في البطولة اللي فاتت، يمكن النادي الأهلي كمان محقق ريكورد على مستوى الفرق الأفريقية في الفوز خارج أرضه. الفوز خارج الأرض كمان بيدي إيمج كبير جدا وبيدي رسالة قوية جدا لكل الفرق إن النادي الأهلي إن شاء الله مصمم بإذن الله على الحصول على العشر. أما بقى على الجزء الآخر، موسيماني قال بعض الأسئلة قالت له إيه رأيك في الانتقادات اللي كانت بتوجه للنادي الأهلي يمكن قبل مباراة فيتا كلوب، كان انتقادات كبيرة جدا وكان الخوف على النادي الأهلي من الخروج. موسيماني قال باختصار يعني العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، وارد جدا ان يكون مشوارك في البطولة الأفريقية مشوار طويل جدا زي ما حضراتكم عارفين، وارد ان هو ما يكونش دايما بالمكسب، لكن الأهم هو طبعا الوصول للمباراة النهائية. وكان موسيماني صراحة يعني النهاردة خلال مؤتمر أو من خلال تصريحاته كان بيشدد يعني بشكل كبير جدا وبيدل قد إيه إن الجهاز الفني واللاعبين عندهم إصرار كبير جدا أولا بإذن الله لحسم هذه المجموعة ونكون أول مجموعة، الجزء الثاني الفوز خارج الأرض ودي مهم جدا، وكمان على الجزء الثالث إنه بيدي رسالة قوية جدا كمان للفرق. إن شاء الله إحنا هنطلع دور الثمانية هتلاقي فرق كبيرة جدا أسماء كبيرة جدا، لكن إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله الحفاظ ويحقق أحلام جماهير النادي الأهلي اللي من أول يوم بعد التسعة كلنا بنقول العشرة يا أهلي.